السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع بعض من حرف الإن، وقلنا حرف الإن من الحروف اللي تنطق من خلال الأنف، يعني بدون لو قفلت أنا كده الأنف مش هعرف أطلع الحرف ده إطلاقا يعني. فهو صوته يعني تقدر تعمله كده، الصوت ده زي كلمة نيرس نيرس نيرس، الهواء بيتردد جوه مخرج الأنف نفسه. نت 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 نينجا، عارف انت الجماعه بتوع المقاتلين النينجا دول؟ زي بتوع الكاراتيه والكونغ فو كده. نينجا. نست اللي هو العش الطائر. نست. نيدل الابره. نيدل نيدل. نك الرقبه، بص رقبه الزرافه طويله ازاي. نك. نتس المكسرات او البندق. نتس نتس. نوت اللي هي الكتابه الموسيقيه، الرموز الموسيقية اللي بتتكتب علشان حد يعزف نفس الألحان الموجودة دي. نوت. يبقى نيرس نت نينجا نست نيدل نك ناتس نوت. كده واضح الصوت. عندنا طريقة الكتابة الكابيتال، طبعا كأي حرف بيوصل لخط السماء احنا ممكن نجيب الحرف ده من تحت لفوق علشان نمشي بطريقة ايه ورا بعضها، بدل ما اجيب من فوق وانزل وبعدين اسيب القلم واعمل كده، ممكن اخدها من تحت لفوق على طول، اطلع بشكل مستقيم، انزل بخط مايل اطلع بشكل مستقيم تاني. يبقى بدات من الجراس لاين للسماء، السكاي لاين، انزل للجراس اطلع للسماء تاني. اللي هتلاحظ ان الخطين اللي قصاد بعض دول خطين عاملين زي بتوع حرف الاتش، بس بدل ما اوصلهم من النص وصلهم من فوق لتحت، ده حرف الان. خلاص. اما الان السمول بتبقى زي ما قلنا قبل كده زي المحراب كده، القبله بتاع الجامع بتبقى شايفها انت بالشكل ده بالظبط، بس بنعمل له سنه صغيره، والسنه دي الاطفال بتتمادى فيها، بتفضل تكبرها لغايه ما تبقى زي الاتش. فانا عندي يعني حيره، بيكتبوا لي الان اتش والاتش ان، فلازم تفرق بين الاثنين. دي سنه صغيره لا تكاد لا تذكر، اهي حتى مش طالعه فوق البلين لاين، اتفقنا؟ تمشي كده وبعدين تيجي قبل البلين لاين تعمل كيرف وتدخل لجوه وبعدين تنزل تاني بشكل مستقيم. تمام؟ هنقول الكلمات تاني وبعدين ننطقها مع بعض. نيرس نت نينجا نست نيدل نك ناتس نوت. نقولها كمان. نيرس نت نينجا نست نيدل نك ناتس نوت. افتح المايك ونسمع عمر جاب الله. يلا يا عمر اتفضل. عمر معانا ولا ما دخلش لسه؟ نعم. اتفضل. نيرس نير نت نينجا. نينجا نحاول نهدى بس عشان الصوت عشان نعرف نسمعك. نست نس نيدل نك نات نو. سلمى أسامة تتفضل. نك اقفل المايك يا عمر. عمر عمر لسه عامل دوشة. ثواني ثواني ثواني، اتفضلي كملي. نوت. طب معايا من الأول. نيرس نيرس نت نت نينجا نينجا نست نست نيدل نيدل نك نت ناتس نص نص ناتس نوت. نوت. منى سامي تفضل. نيرس. طب أنس أحمد اتفضل. أنس أحمد. أنس نعم. يلا حبيبي. نيرس نيرس نت نت
نينجا، نينجا، نست، نست، نيدل، نيدل، نك، نك، نتس، نوتس، نوت. نوت. معتز أحمد، تفضل. نيرس، نت، نت، نينجا، نت، نينجا، نست، نست، نيدل، نيدل، نك، نك، نتس، نتس، نوت. نوت. ربى بهاء، تفضل. نيرس، ايوه نت، برافو. نينجا، اوكي، نس، نيدل، نيدل، تمام. نيدل، نيك، اوكي، نوت، ها، نوت. نوت، برافو. معاذ محمد، معاذ، نير، اوكي، نيت، نيت، نينجا، تمام، نيت، اوكي، نيدل، تمام، نس، نك، نت، اوكي، نت، نتس، نوت، نتس، نوت، 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 تمام. نوت. أنس محمد، تفضل. نيرف، نيفت، نت، نت، ايوه نينجا، ايوه نت، نفت، ايوه نيدل، نيدل، تمام، نك، نيك، نتس، نات، نوت، نوت. تمام. سلمى أسامة، سلمى معانا؟ أنا عارفة. سلمى، سلمى متكررة مرتين. ماشي، عمر جاب الله جاوب. منى سامي بس اللي ما سمعتش صوتها. ايوه مستر، نعم يا مستر. يلا يا منى. نيرس، نيرس، نت، نينجا، نست، نست، رك، نيدل. رك، نيدل، ركبة، لا لا، ما تنسيش، احنا في حصة انجلش. نك، نت، نتس، نت، نوت. نوت. في حد ما قالش يا جماعة؟ في حد ما قراش معانا؟ تمام. الحرف اللي بعده حرف الاو، اسهل حرف في الدنيا من حيث الهاند رايتنج في الكتابة، يعني الى حد ما بيبقى، يعني تقدر تقول دايرة او تقدر تقول شكل بيضاوي شوية، بس انا بس مش بالشكل اللي انت شايفه، يعني مضغوط قوي ده، تمام. يعني ده يعتبر شكل افضل منه، هو نظام كورة بس، يعني ايه، تقدر تقول دايس فيها شوية من على الجنب، فعاملة زي الزيرو كده، خلاص. دايرة يا جماعة، دايرة، سيركل كاملة بتلمس جميع الخطوط، بس في الكابيتال بيلمس السما، أما في السمول بيلمس البلين لاين، تمام. صوته يعني هو بيفرق من أمريكان من البريتش، في قصة اللي هي فتحة الأو في الأمريكان، يعني في البريتش، في البريتش أو كده بيبقى مضموم شوية، أمريكان مفتوح بيبقى أو. وبتلاحظ دايما في الكلمات اللي هي من 3 حروف، ساكن متحرك ساكن، زي كلمة هوت، بتبقى هوت في البريتش وتبقى هات في الامريكان، فبتلاحظ ان في الامريكان في سنة كده ايه، فتحة شوية في الكلام وانت بتنطقه، او او مش او او، بيبقى مفتوح سن، زي اكس مش اوكس، اكس، استريتش اللي هي النعامة، استريتش، اوليف الزيتونة، الزيتونة الواحدة، اما لو اكتر من زيتونة اتنين وطالع بنضع اس، بتتنطق اوليفز، اوليفز بتتنطق زي، اورنج، اورنج، اورنج اللي هي البرتقالة، اكتوبوس، اكتوبوس الاخطبوط، معايا كده، اكس، 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 استرتش، 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 اوليف، اوليف، اورنج، اورنج، اكتوبوس، اكتوبوس. تفضل يا عمر. عمر جبل، نعم. تفضل.
سلمى أسامة تتفضل. أوكس أستريتش أستريتش أوليف أورانج أكتوبوس. تمام. منى سامي. نايس أوكس أستريتش أستريتش أوكي أوليف. تمام صح. أورانج. لا أورانج. لا مفيش رانج. أورانج. أورانج. ها. أكتوبوس. أكتوبوس. أنس أحمد تفضل. أنس أحمد موجود؟ طيب عمر جاب الله رجع لك تاني، جاهز ولا مش جاهز؟ عمر جاب الله جاهز. تفضل. أكس. أكس. أستريتش. أستريتش. أوليف. أوليف. أورنج. أورنج. أكتوبوس. أنس أحمد رجع ولا لسه؟ أنس أحمد. طيب معتز أحمد اتفضل. معتز أوكس. أحمد أوكس أستريت. تمام. أوليف أورنج أكتوبوس. ماشي. ربا بهاء. أوكس أستريتش. تمام. أوليف أورانج أورنج أكتوبوس. أورنج أكتوبوس. تمام. الأستاذ معاذ محمد موجود معاه؟ أنا رجعت يا مستر. أنت مين؟ أنا أحمد. تفضل يا أنس خد دورك. ماشي تفضل. أوك أوكس أوك أستريتش 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 أستريتش. أورانج أكتوبوس. أكتوبوس. يلا معاذ. معاذ محمد. أوكس أستريتش أول أورانج أورانج أكتوبوس. تمام. أنس محمد تفضل يا أنس. أوكس أستريتش أستريتش أورنج. تمام. أورنج أورنج أكتوبوس أكتوبوس. أنس موجود؟ أنس محمد. أيوة تفضل. أوكس أستريتش أستريتش أوليف 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 أورنج 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 أكتوبوس أكتوبوس. طيب هنقولهم كمان مرة يا جماعة. أكس أستريتش. خلاص نقفل المايك معلش. أكس أستريتش أوليف أورنج أكتوبوس. حرف البي، وقلنا حرف البي بيفرق في نطقه عن صوت البي. البي ب ب ب البي اللي هي second letter اللي هو تاني حرف في الألفابت بننطقه ب، وهنا بيبقى فيه اهتزاز هنا هو في الأحبال الصوتية. أما ده بيطلع من هنا هو من جوه، ما بيوصلش للناحية دي خالص. ب ب الهواء كده بتجمعه وبيطلع منفجر مرة واحدة كده. وكنا زمان بنمسك المنديل للأولاد ونقول ب، فالمنديل بيطير كده. أما في البي المنديل ما بيتحركش، لأن ما بتطلعش كمية الهواء اللي بنقولها في حرف البي، بتطلع في البي بي. خلاص بي صوته ب ب، وساعات ما بيطلعش في المايك كده اللي عندي، ممكن يكون الصوت كمان مش واصل لك بالشكل اللي أنا لما تسمعني وجها لوجه. ب ب ب ده الصوت بتاعه. الكابيتال بتاعه يعني إلى حد ما هنا يعني نازل سنة عن خط البلين لاين، لكن إحنا بنفضل إن إحنا نعمله الدايرة هنا، تبقى الدايرة جوه ما بين السكاي والبلين لاين. خلاص. وهو الكابيتال بيفرق عن السمول إن الشكل اللي فوق ده مش دائري،
بيبقى ماشي إلى حد ما بسن خط زي كأنك هتعمل حرف الأف وبعدين تلف وتيجي هنا برضه بنفس الفكرة. خلاص يعني ما بيمشيش بالشكل الدائري اللي بتشوفه في السمول ليتر، بيبقى واخد إلى حد ما شكل مستقيم وبعدين بلف نص دايرة وبعدين بقفله من هنا برضه بشكل مستقيم، الحتة دي بتبقى عدلة شوية. خلاص كأن حرف اف ورحت قفلته كده معايا. السمول برضه من الحروف اللي هي بتنزل لتحت، وده تالت حرف بينزل معانا لتحت بعد الجي والجاي. تمام، هتلاقي الحرف ده نازل منك للبلين، من البلين لاين لغايه الورم لاين، يعني خط الدوده. يبقى كام حرف بينزل مننا لتحت لغايه دلوقتي؟ ها، الجي والجاي والبي، ده تالت حرف بينزل مننا لتحت دايره وسط السطرين وجسم الحرف تحت، اما ده هنا بيبقى فوق الشبه دايره، ده فوق وجسم الحرف نفسه اخره الجراس لاين ما ينزلش عن كده. صوته قلنا انفجاري بيطلع به 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 زي باينابل. باينابل الاناناس، ودي حبايه واحده، لان لو اناناس كتير بنضع لها اس، لكن دي حبايه واحده يبقى باينابل. باينابل ابل حطينا لها باين، بقت باينابل. باينابل بيج الخنزير، بيج بيج مش بيج، لا بيج. باندا دبه الباندا مشهوره جدا، باندا باندا. بارت بارت اللي هو البغبغان، بارت بارت. بينجوين البطريق، بينجوين بينجوين. القلم الرصاص، بنسل بنسل بنسل. كمان مره، باينابل باينابل. بيج بيج. باندا باندا. بارت بارت. بينجوين بينجوين. بنسل بنسل. عمر جاب الله، تفضل. باينابل باينابل. بيج بيج. باندا باندا. لسه الصوت مش بيطلع معاك مظبوط، انت بتقراه بي، هو بي بي. باندا باندا. بارت بارت. بينجوين بينجوين. بينجوين بينجوين. بينجوين. بنسل بنسل. عايز تدرب عليه شوية. سلمى أسامة اتفضلي. سلمى منى سامي. طيب يلا يا سلمى اتفضلي. بينابل. سلمى هتقدر. سلمى باينابل باينابل. بيج بيج. باندا باندا. بارت بارت. بينجوين بينجوين. بنسل بنسل. الدور على أنس أحمد ولا منى سامي؟ لا منى سامي ما قريتش. منى سامي تفضل. منى موجودة؟ معاك يا مستر. تفضلي. مانجوين باينابل باينابل. باينابل باندا. بينجوين مانجوين. بنسل. أنس أحمد نقفل المايك. أنس أحمد اتفضل. باينابل. يا عمر ما تغلس على أختك يا عمر سامي. أنس أحمد. باينابل. أيوه. بيج باندا. باروت. بين بينجوين جوين. بينجوين بينجوين. بنسل بنسل. معتز أحمد. معتز أحمد اسمها باينابل. باينابل بيج باندا. بارت بارت. بارت بنجوين بنجوين. بنسل
بنسل. ربا بهاء. باينابل، بيك، باندا، باروت، بينجوين، بينس. تمام، القرايه ممتازه بس صوت الحرف نفسه لسه ما اتظبطش، عايزين بي مش بي، في فرق بين الصوتين. ب ب ب ب، في فرق بين ده وده. معاذ محمد اتفضل. باينابل. باينابل، بيج، باندا، باروت، بروت، بينجوين، بنسل. يعني في كلمات قلتها بي لكن الأخيرة دي بنسل فلتت منك شوية. أنس محمد. باينابل. الصوت اللي بيمليك طالع مع باينابل، صوتك طالع. باينابل. ها. باين. بيج. بيج. باندا. باندا. بارد. بارد. بينجوين. لا ما تضحكنيش عشان انا من النوع اللي انا ما بعرفش اسيطر على نفسي لما اجي اضحك. بنسل. بنسل. تمام شكرا. بعد كده نقفل المايك ونشوف بقى الحرف اللي بعده. حرف الكيو. كيو. الكيو صوته دايما الانتين بتاع حرف اليو، دايما الاثنين دول قاعدين مع بعض في تخته واحده كده في الفصل. تمام، فصوته هو اساسا ك، لكن عشان دايما يجي وراه حرف اليو فبيتنطق كواء، فصوت كواء ده كان كيو مع يو يعني. تمام، لانهم دايما ورا بعض فبيتنطق كواء، يعني تقدر تقول ان هو صوته اساسا زي السي والكي بيتنطق ك، بس بما ان حرف اليو دايما جاي وراه على طول فبيتنطق كواء. كواء هتلاقي كوين، كوايت، كويلت، question، فنفس الصوت كواء هتلاقيه مكرر في كل الكلمات. بيتكتب ازاي؟ زي حرف الاو كبير لخط السماء فوق ما بينزلش تحت، وليه هو في الكتاب، في الكتابه بالكمبيوتر بتفرق عن الكتابه باليد. الكتابه باليد هتلاقي الخط ده مش عادل زي ما انت شايفه، تلاقيه متعرج كده، عاملين له ايه، مايل كده، حلزوني شويه. يعني ممكن انا اجيب لك مثلا دي واعملها لك كده هتلاقيه عامل كده، يعني إلى حد ما مش بالشكل العدل اللي انت شايفه ده. خلاص طيب، بالنسبة للسمول بتاعه زي البي، وده رابع حرف هينزل مننا لتحت، زي البي، بس البي كان بيبص على ايدك اليمين اللي بتاكل بيها، لا ده هيبص على ايدك الشمال بقى، باصص ناحية الشمال. خلاص يا أستاذة روبا، مش عايزين نشخبط تاني، ممكن خلي بالك من ايدك وانت ايه يعني. هنلاقي مثلا يا جماعه عندنا في البي ماشي، وعندنا البي تمام، وعندنا الكيو معايا، وعندنا الدي. خلاص دول الاربعه مش عايزك تتلخبط فيهم، اتكسرت مننا شويه دي. خلاص يبقى بي ده ايه، ده بي وده دي، البي يمين والدي شمال. تمام، طب وده، ها ده البي، طب وده، ده الكيو. خلاص يبقى الكيو بيبص فين؟ الكيو بيبص شمال وراسه من فوق. تمام، كيو زي كوين، كو كو، كل مره تطلع الصوت ده يطلع معاك مظبوط. كوين، كوايت، كوين الملكه طبعا، كوايت يعني الزم الهدوء، اهدى بقى شويه مش عايزين دوشه. كوايت. كويلت اللحاف، كويلت، كويستشن السؤال معايا، كوين، كوين، كوايت، لازم اقولها كوايت لان في كويت تمام وفي كوايت والثلاثه قريبين من بعض، دي كوايت، كوايت، كويلت، كويلت، كويستشن، كويستشن. يلا يا عمر. فتحت. يلا عمر معانا ولا ايه؟ ايوه.
باي ها يا عمر باي. كوين الاول كوين وي ايوه وايت تمام كويلت كويلت كويستشن كويستشن شكرا سلمى أسامة تفضل وين وي كويت تمام كويلت كويتشن كويستشن الأستاذ منى سامي تفضل وي كوين كويتشن ده ايه ده ايه ده ايه ده على مين كوين كويت كويلت كويلت ها كويتشن كويتشن أنس أحمد تفضل كوين كويت كويلت كويت كويلت كويتشن كويتشن معتز أحمد كوين 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 ربا بهاء كوين كوين وي ويلت ويلت كويت كويشن أستاذ معاذ محمد كوين كويت كويلت كويتشن أنس محمد كوين كويت كويلت كويتشن تمام حرف الآر نقفل المايك حرف الآر وصوته ر ر الآر تقدر تقول زي البي بالظبط بس تقدر تقول كده كبر في السن فجاب عكاز يتسند عليه هو نفسه حرف البي الكابيتال بس طالع له سنه كده عكاز بيقعد ايه بيتك عليه عشان يعرف يمشي تمام دي الحاجه الزياده اللي فيه اما السمول هو عامل زي حرف الاي عادي جدا من البلين للجراس بس بنيجي قبل النهايه كده ونيجي واخدين منه فرع شجره مايل سنه ناحيه اليمين بزاويه صغيره كده الار زي ما قلنا بيتنطق ر بيدين الصوت ده وسواء في البريتش او الامريكان ما بنتكش عليه جامد يعني جماعه البريطانيين في كلمات كتيره خصوصا لو قبلها مد ما بينطقهوش اساسا يعني يقول لك father mother brother طب انت سمعت صوت الار ابدا ما بيقولهاش اصلا طب وفي الامريكان بينطقوها الجماعه الامريكان بس بتبقى خفيفه يعني ما اقولش فاذر ور مفيش الكلام رر الكلام ده مش موجود ها بضحكك انا لكن فاذر ر تبقى خفيفه جدا كده على طرف اللسان روز رابت روز الورده الحمراء رابت الارنب رود الطريق العام العمومي الطريق العام مش الشوارع الجانبيه الصغيره بنقول عليها ستريت لكن دي رود روك الصخره روك راج قطعة القماش rag rain rain المطر rain rat الفار الكبير شوية بنقول عليه rat الصغير بنقول عليه mouse rat read ده فعل بمعنى يقرأ read معايا repeat after me rose rose rabbit rabbit road road rock rock rag rag rain rain rat rat read read يلا يا عمر يا رب عمر تقرا بسرعه المره دي ايوه اتفضل روز ها روبت روبت رابت رابت رو رو
rock 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 rag 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 rain 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 rat rot rat read read. لما هناخد الشورت واللونج فاولز هتظبط نطق الكلمات دي ان شاء الله، بس نخلص الحروف. ساعدوني نخلص الحروف بسرعه. سلمى اسامه، يلا يا سلمى. روز رابت رابت را 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 رابت رابت را رود رود روك روك راد صوت الـ A A rag rag أخذناه أول حرف rag rain ده مد طويل بقى الصوت الـ A rain 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 دي صوتها زي دي A A rag rat rag rat rat ها rat long E بقى E re read rat لا مش ريد 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 سامي شكرا منى سامي تفضل منى سامي مش معانا انس احمد منى نعم يا مستر مين معايا روز مين اللي بيقرا انا انس احمد يا مستر تفضل يا انس روز رابت رابت رود روك روك را را راج راج رين رات ريت ريد اوكي معتز احمد اتفضل روز رابت رود روك روك راج راج Red, rain, 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 red, red, read. عندنا كذا عندنا في كلمات متشابهة يعني مثلا هنا rose و road الاثنين long o بس بشكل مختلف. Ra, rabbit و ra, rag و ra, rat الثلاثة دول كلهم short a بيتنطق a. Ra, rabbit, ra, rag, ra, rat. يلا يا ربا روز رابت رود روك راك ريم رين رات ريد ريد بس روز روز ورود بس هم دول يعني كان فيهم شك شوية معاذ محمد شكرا يا ربا يلا معاذ روز ر ر رادن رابت رود روك ريج را راج راج راين رين اين رين 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 رات 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 ريد ريد انس محمد روز انا يا جماعه مش بحاسب على السرعه يعني انت لما تقراهم بسرعه مش هتاخد جايزه انا يهمني الدقه انك تقرا الكلمه صح روز روز رابت رابت رود رود روك روك راج راج رين راين راين رات راد ريد ريد شكرا كلنا نقفل المايك بقى خلاص في كان منى سامي ما قريتش معانا وندهت عليها ما ردتش رجعت ولا لسه يلا سلم روز 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 رابت 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 رود رود روك روك rag 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 rain rain rat rat يا مس والله العظيم rat
read. تمام، نقفل المايك، نقفل المايك. مش المطلوب منك انك من اول مره تقراهم صح، لذلك انا لما الاقي حد جنبك هو اللي بيقريك، لا طب ما انا اولى ان انا اقريك انا، امال انا بعمل ايه؟ يبقى انا اقول لك وانت تقول ورايا افضل. طيب طب وبعدين امال هتحاسبني امتى يا مستر؟ خلاص لما اقروا لك النهارده، الحصه الجايه المفروض تعرف تقراهم لوحدك. ليه؟ لان احنا قلناهم، يعني احنا دلوقتي 9 وانا العاشر، يعني وكل واحد لو قرا مره واحده يبقى تقروا قدامك على الاقل 9 او 10 مرات. فلما الكلمه تتقرا قدامك 10 مرات وانت لسه مش بتنطقها صح، يبقى الخطا منك انت بقى. تتدرب كذا مره وانت بتنطق الكلمه، تمام؟ وانا ببعت لك ملفات صوتيه. روز، رابت، رود، لا نقفل المايك صوتك طالع، روك، راج، رين، رات، ريد. خلاص تمام. نروح لحرف الاس. حرف الاس برغم سهولته الا ان الاطفال بتنطقه بطريقه مش تمام. ازاي يا مستر؟ ده سهل جدا، ما هو سان وستار وساندلز وسنومان، سهله. ايه الصعوبه اللي فيها؟ الصعوبه ان في بعض الكلمات بيضاف لها ايه، يعني بيضاف لها ايه. فتلاقي كلمه مثلا سكوير اللي هو المربع، سكوير تقول، فتلاقي الطالب بيقرا ايه؟ اسكوير. طب ايه اسك ايه دي جبتها منين؟ اهو هي بتطلع منه كده، فانت ضفت حرف مش موجود في الكلمه. طب اقولها ازاي؟ مثلا اقولها سكوير، ما تنفعش برضه، لا سكوير. طب اجيبها ازاي؟ ازاي انطقها كده؟ اول صوت يطلع معايا هو صوت ال، وده صوت دنتال. دنتال يعني اسناني، بيطلع من بين الاسنان، يعني انت لو خالع اسنانك مش هتعرف تقوله، هتعمل زي الجماعه اللي بيقولوا ستي جابت لي بسبوسه بالسمن والسكر، مش هتعرف تقول الاس، السين دي مش هتطلع معاك. تمام؟ يبقى بيطلع ازاي؟ ويكون هو اول صوت معايا. في الانجليش يعني صوت السين والصاد مش هتعرف تفرق ما بينهم، تحس ان هما واحد. فهتلاقي كلمه سن ما ينفعش نقولها سن سن، لا هتطلع معاك صاد. يبقى الاس ينوب عن السين والصاد عندنا في العربي، تمام؟ فهتنطق دي سن سن، ستار ستار، ما تقولش ستار، تخلي بقك مقفول سنه عشان ما يجيبش مع حرف الاي ده، ما تقولش ستار ستار ستار. ساندلز، لو ان ده مش منظر ساندلز خالص، يعني ساندلز مش كده، ده سليبرز، ده اصلا ده شبشب مش ساندلز. الصندل عامل زي بتاع القدماء المصريين كده، وانت عارف طبعا الصندل بتاع الصيف يبقى شكله ازاي، يبقى مفتوح من عند الكعب ومن قدام، لكن مش كله كده. ساندلز ساندلز. سنومان، رجل الجليد، سنومان سنومان. تاني سن سن. ستار ستار. ساندلز ساندلز. سنومان سنومان. يلا عمر. نعم اتفضل. طيب على ما عمر يرد علينا ناخد طريقه الكتابه، نسيت اقولها. نعم. طب خلاص يا عمر استنى، عشان انت ما شاء الله عليك يعني بترد بعديها بدقيقتين. اقفل المايك وهرجع لك تاني يا عمر. تيجي تحت خط هنا السكاي لاين، يعني بعد السطرين بتوع الكراسه عندك تطلع سنه لفوق وتبتدي تاخد كده وتطلع لفوق وتنزل بكيرف زي رقبه الوزه كده، وتيجي عامل ايه؟ تطلع لقدام تاني كده زي تعبان الكوبرا. تعبان الكوبرا تلاقيه دايما واقف عامل كده، وبعدين تلف تاني. خلاص احنا دوسنا على الماوس طلع بينا لقدام شويه، عايزين نرجع لورا تاني. خلاص الفنيه اللي فيه بقى ان دايما تلاقي المسافه دي اللي نازله لتحت بالظبط قد المسافه ايه اللي دي طالعه لفوق، وفي نفس الوقت المسافه من هنا قد المسافه اللي هنا، ما تضيقش هنا وتوسع هنا او العكس، يبقى الاثنين زي بعض بالظبط. خلاص تخيل كده شكل البجعه او الوزه او تعبان الكوبرا كلهم عاملين حرف الاس ده. الكابتا اللي فوق لخط السماء، السمول لتحت ما بين السطرين. خلاص
لا ينزل عند خط الدودة ولا يطلع لخط السم. Sun, star, sandals, snowman. يلا يا عمر قبل. تفضل. أستاذ عمر هيا بنا. نعم. Sun. Star. 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 Sandals. Sandals. Snowman. Snowman. نخلي بالنا دايما الـ A وراها R بتبقى تخينة. ما تتنطقش A. Star. 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 يلا يا سلمى. Sun. Star. Sandals. Snowman. Very good. منى سامي. معاك يا مستر. اتفضل. Sun. Star. Sandals. Snowman. 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 أنس أحمد. أنا عرفت دول معانا. يلا نقرأ. Sun. Star. Okay. Sandals. ممتاز. Snowman. تاني اسمعها تاني. Snowman. لا بلاش إيه بلاش إسنو عايزها Snowman. 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 ممتاز. معتز أحمد. Sun. Sun. Is it? Star. Star. Sun does. Snowman. Snowman. ممتاز. ربا بهاء. Sun. Star. Sandal. Sandals. Sandals لأنه فردتين ما ينفعش صندل بس. Sandals. Sandals. Snowman. تمام. معاذ محمد تفضل. حاضر يا مستر. Sun. Star. Sandal. Snowman. Good. أنس محمد. Sun. Star. Sandal. Snowman. 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 Man. Snow. التلج ومان الرجل يبقى رجل التلج. Snowman. كلمة مركبة. دي اسمها كلمات مركبة. يلا نقفل ونشوف الحرف اللي بعده. قربنا نخلص الحروف وهي مسهل. حرف التي. تي. وصوته ت. ت. وده ليه قصة كبيرة قوي. لما نتعمق شوية نبقى ناخدها. يعني دايما تلاقي في كلمات بتنطق التي تحول الى دي خفيفة. التي الكابيتال يعني الكتاب إلى حد ما ظالمة شوية هنا. المفروض الشرطة دي أعرض من كده. بنعمله زي أي حرف كابيتال فوق لخط السماء وبعدين بناخد له إيه شرطة طويلة شوية إلى حد ما وبتكون من فوق. يعني ما ينفعش الخط ده يطلع بعدها تاني فوق كده. أما التي السمول لا بنطلع تاني سنة وبتكون الشرطة صغيرة وطول الحرف نفسه ما يزيدش عن البلين لاين الا حاجه بسيطه جدا. يعني ده الحرف الوحيد اللي في اللغه الانجليزيه اللي هو لا سما ولا بلين. هو فوق البلين بشويه صغيرين تمام. لكن لما بنيجي نتكلم عن مواضع الحروف ونقول الحروف اللي وسط السطرين بنحطه معاها على اساس ان هو يعني برضو ما بيطلعش لفوق خط السما تمام. صوته ت زي تراك. ودايما التي مع الار بتعمل الصوت ده تر تر. بتلاقي فيها سن تشين لا تذكر كده. ما نقولش تراك لا تراك تراك تراك. ودي بتحتاج تدريب على ما تطلعها بالصوت ده. تيرتل 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 السلحفه. يبقى تراك شاحنه. تيرتل السلحفه. دايما دي سلحفه بتلاقيها بتحب تعيش في الميه اكتر اكتر من البر. تايجر النمر. تايجر لانه شكله مش نمر خالص يعني تحس انه كيوت كده. تايجر تايجر. تري تري بتتنطق زي تروك تروك. تري تروك. تري. تركي تركي تركي. ديك الرومي. تيبل 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 الترابيزه. اخر مره تروك تروك. تيرتل تيرتل. تايجر تايجر
tree, tree, turkey, turkey, table, table. عمر تفضل. نعم. سلمى أسامة تتفضل. ترى. تيرتل. 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 تايجر. تايجر. تري. تري. تركي. تركي. تيبل. تيبل. سلمى أسامة. Tiger, Reti, Reti, T-A, Tree, Turkey, Turkey, Table, Table, Mona Sami, Mona Sami. Truck. Truck. Turtle. Tiger. Tiger. Green. Turkey. Turkey. نقفل المايك عشان صوت التلفزيون ما اعرفش ولا ايه جنبك. انس احمد اتفضل. نعم يا مستر. تراك. تراك. ترتر. تايجر. تري. تركي. 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 تابلا. لا تيبل. 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 معتز احمد. تراك. تايجر. ترتل. تري. تركي. تيبل. ربع بهاء. نقفل المايك. نقفل المايك. تراك. ترتل. إيمان سامي المايك كان مفتوح قفلته لك. ها. تري. تمام. تايجر. اوكي. تركي. تركي. تيبل. معاذ محمد تفضل. تريس. ترتل. تراك. تراك. تري. تيجر. تايجر. 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 اكبر وسيطر. ما بتتفرجش على الاعلان ده. تايجر. ماشي كمل. تايجر. تيبل. استاذ انس محمد. تريد. تريد. والله ما عارف تبدأوا منين. واحد يبدأ من هنا واحد يبدأ من هنا. يعني احنا قلنا تراك تيرتل تري تايجر تركي تيبل. تفضل. تراك. تيرتل. تريد. تايجر. تايجر. تركي. تري. تركي. تابل. هبعت لك الملفات الصوتية.